في حديث رباعه بنت الزبير عندما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها حجي واشترطي. والمعنى أنها تقول إن حدثني حادث أي منعني مانع من إتمام النسك فإنني أحل وقت وجود ذلك المانع، وإنما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاشتراط لأنها كانت تخاف ألا تتم النسك من أجل المرض، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تشترط. وأما من لم يكن خائفا من إتمام النسك فإنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن اشترطوا عند الإحرام هذا الشرط، ولهذا كان القول الراجح أن الاشتراط ليس بمستحب ولا مشروع إلا لمن كان خائفا من عدم إتمام نسكه. وهذا القول هو القول الذي يجمع بين الأدلة. وأما من نفى الاشتراط مطلقا أو أثبت الاشتراط مطلقا فإنه لا بد أن يقع في مخالفة لبعض النصوص. يقول بعض الناس إننا في هذا الزمن خائفون بكل حال لكثرة حوادث السيارات، وجوابنا عن هذا أن حوادث السيارات بالنسبة لكثرتها ليس بشيء، فإن السيارات تكون بمئات الآلاف، وإذا حصل من مئات الآلاف حادثة أو حادثتان أو عشر أو عشرون حادثة فليست بشيء. والحوادث كائنة حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقفته راحلته يوم عرفة فمات، وهذا حادث وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الحوادث محتملة حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرشد الأمة إلى الاشتراط إلا لمن كان خائفا. وقولي إن مئات الآلاف السيارات هذه وقعت صدق للسنة، وإلا فلا أظن أنها تبلغ مئات الآلاف، لكنها تبلغ عشرات الآلاف. بارك الله فيكم شيخ.